ما هي البرمجة التنافسية؟ الإجابة عن هذا السؤال يعني بكل بساطة البرمجة التنافسية أو ما يسمى كذلك بالcompetitive programming هي حل مشكلات دقيقة التوصيف عن طريق كتابة كود يعمل ضمن حدود معينة، وحل المسألة وكتابة الكود يجب أن يكون في أسرع وقت ممكن. مسابقات البرمجة التنافسية تركز على المجهود الفكري الذهني للطلاب والمشارك الذي يستطيع حل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن يكون هو الفائز في المسابقة. المسائل يمكن أن تكون من مجالات عديدة، يمكن أن تكون مسائل علمية أو يمكن أن تكون بكل بساطة مسائل قد نعيشها في حياتنا اليومية. ومن هون يعني نفهم سبب أنه الشركات الكبرى في البرمجة تبحث عن مثل هؤلاء الأشخاص، فهم لا يبحثون عن أشخاص ذو تفكير نمطي، بل يبحثون عن أشخاص قادرين على ابتكار وإيجاد حلول سريعة وفعالة للمشاكل المطروحة.